ألو، السلام عليكم. ألو، وعليكم السلام. الله يبارك فيك، ما كان سمعوكش مزيان. عطينا شوية الصوت وحيد الكيت باش تهضر معنا والصوت يكون واضح أستاذي العزيز. مرحبا، يلا تفضل أستاذ. شكون معايا؟ مرحبا بك يا يوسف. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ سميتها سمية. شحال يكون السن ديال سمية؟ خويا هضر معانا شوية بالجد، الله يعطيك الخير. والو، الصوت ضعيف اخويا. هكاك. الو، السلام عليكم. الله يبارك فيك، انت لاباس؟ الحمد لله. تفضل، شكون معايا؟ اخويا قطع اللايف، قطع اللايف. يلا، شكون معايا؟ شكون؟ سيمو. سي محمد من الرشيدية. من الرباط. شنو الاسم ديالها وشحال السن ديالها؟ فاطمة الزهراء 26 سنة. فاطمة الزهراء 26 سنة. مخطوبين ولا باقيين سي محمد؟ باقيين اخويا. يلا ناويين ناويين ان شاء الله. اخر مرة تواصلتي معاها؟ غير دابا شوية. غير دابا شوية. احاول اخويا تبعد من الصداع ولا حيد الكيت، راه الصداع كيرجع لنا. يلا حيد من الصداع، حيد من الصداع. يلا عطينا الرقم ديالها لان الصوت كيرجع لينا. يلا عطينا نمرة زيرو قيد زيد زيد زيد. فات لك اتصلتي بينا؟ لا، كاين النمره بقى ما جاوبهاش. واخا نتمنى نجاوب دابا. لاله فاطمه الزهراء. يلا فاطمه، يلا فاطمه. سي محمد مقتوش قاعد. تواصلتي معاها في رمضان؟ والو، هذه محل حلفه ما تجاوبش في الليله دي. حلفه ما تجاوبش في الليله دي مره. نعاودوا لها مره اخرى. الخوت اللي التحق بينا يعطينا شويه بارطاج وقليبات. ياك والو ما كتشوفش. تحياتي لك السيسي محمد. مرحبا حبيبي، مرحبا عزيز وغالي، مرحبا مرحبا. الو، السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. الو الو الو، هي ما كاينش. الو، السلام عليكم. بخير، الله يبارك فيك، انت لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضل، شكون معايا؟ معك يوسف اخويا سعيد. يوسف فين ساكن؟ بالقصيري. تما مشى بالقصيري. بالقصيري. شنو الاسم ديالها وشحال السن ديالها وفين ساكنة؟ حفصة والسن ديالها 28 سنة. حفصة، السن ديالها 28 سنة، وفين ساكنة؟ ساكنة في الحدايا. فايت الكورنيش اللي كانت
الخسيري سوريتي فايك سوريتي درتي لها تيست هي اي لا داك الشيء ديال التيست مجاوبش ما جاوبتش اه اوكي شحال نتوما على العلاقة السي يوسف؟ خمسة شهور هكا تلاقيتو ولا الحب الوي فيه؟ المهم خلص تلاقينا في الوي فيه تقريبا حتى مخطوبين باقين ولا خطبها من راسها؟ كنقولوا ان شاء الله مورا رمضان ان شاء الله مورا رمضان يلا عطينا الرقم ديالها زيرو قيد زيرو قيد زيرو ستة زيرو جوج زيد 85 لأنك في النمرة كاينة هنايا زيد النمرة بقى مسجلة هنا الو السلام عليكم اختي حفصه عواشر مبروكه ورمضان كريم بالصحه والسلامه كلشي بخير اختي الامور مزيان العائله كلشي بخير الحمد لله حفصه 28 سنه من بقصيري معك سعيد من بلاطو الخاتم بنيديك راك معنا على المباشر يا حفصه مرحبا بك معنا الله يكبر بك اختي حفصه شكرا لحفاوه الاستقبال عليه هو ما كان سمعكش مزيان الا تعطينا شويه الصوت اوكي اوكي مرحبا اختي حفصه معانا في البلاطو شخص المفاجاه هو اللي عطانا الرقم ديالك وراه حاضر معانا في البلاطو راه كيسمع فيك دابا اختي حفصه باش نتصلوا بك ونفاجئوك على المباشر واجده حفصه واجده قرب حدانا استاذ شويه الصوت ديال حفصة هو هذا مرحبا سيدي قول لي اختي حفصة قبل ما ندوز لك الشخص اللي راه حاضر معنا في البلاطو شكون جا في بالك وشكون توقعتيه يكون بعدا الو حفصة اه شكون توقعتي الشخص اللي راه حاضر معنا في البلاطو ديالنا وباغي يفاجئك بطريقته الخاصة شكون فيك سكون يوسف نعم راه ما كنسمعكش يا حفصه قلت لك اخويا تعال القصه في المدينه اعطينا المدينه فيك سكون حد كور قمعنا نتاكدوا من السي هذا اخويا الو يا يوسف حفصة تسينك ولا تدبر على راسها واش حفصة تسينك ولا تدبر على راسها ايوا انا غادي نقتل هادشي يلا ها انا غادي نقتل هادشي ها صافي يلا الله يخليكم بعضياتكم تحياتي لك حفصة مرحبا بك معنا يلا تحياتي لك يوسف يلا سلامة هكا لكم اخوت اكدوا العلاقة ديالكم يا اما يسينك يا اما يمشي تسيد تدبر على راسها ما بقاش تسيد الخو الخاوي دابا يجي دابا يجي دابا يجي 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 البرد الو السلام عليكم وعليكم السلام كي داير لاباس الحمد لله خويا سعيد مزيان امور بخير لاباس الحمد لله الحمد لله تفضل شكون معايا معاك حسناء حسناء في ساكنة مدينة ها في مدينة البير الجديد مدينة البير الجديد شنو الاسم ديالو فين ساكن وشحال السن ديالو سعيد 28 سنة سعيد 28 سنة تا هو في البير الجديد واخا شحال نتوما على علاقة حسناء سبع شهور تلاقيتو ولا الحب الويفي لا تلاقينا اخر مرة تشوفتي معاه قبل رمضان قبل رمضان
ما مخطوبين ما والو. لا ما جا. يلا عطيني الرقم ديالو. زيرو قاي تواصلتي معاه اليوم؟ يلا عطيني الرقم ديالو. 06 69 زيد زيد عدو عاد النمرة هادي بقى معايا لأن مكتصونيش. هادي بقى معايا بقى معايا. وانا مكتصونيش هادي. عطيني شي نمرة أخرى. زيد 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 زيد. الخوت اللي التحق بنا يعطينا القليبات والبارطاج. اللي التحق بنا عفاكم يعطينا البارطاج والقليبات والقليبات فضلا فضلا. الناس ديال الفيسبوك الناس ديال اليوتيوب كذلك عطونا شويه البارطاج شويه القليبات. الحمد لله. الو السلام عليكم سي سعيد. لحقتك خويا. اعواش مبروكه ورمضان كريم بالصحه والسلامه. الله يحفظك. كلشي بخير الوالدين الامور مزيان الحمد لله. سي سعيد ياك ما فيقناك من النعاس؟ شويه شويه. واه اسمح لنا سي سعيد دابا راه احبابك فيقوك ماشي حنايا. مرحبا مرحبا سي سعيد. 28 سنه من البير الجديد كاين ولا ما كايناش؟ كاينه. مرحبا بك معنا سي سعيد. راك معنا على المباشر في برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت سي سعيد؟ نعم أستاذ اسمح لي. نعم واش دابا واش هذا برنامج؟ نعم سيدي. شوف الله يرحم خويا راه قطعت على والدك نهضر مع من الحج. الله يرحم الوالدين من بعد وتصل. لا والو الوالدات سبق اخويا. اوكي صافي قطع اخويا. يلا حنا غنوليو نتصلوا بك سعيد. اوكي مرحبا ان شاء الله. يلا الوالدات سبق والو. مرحبا مرحبا. يلا تحياتي. الو حسناء حسناء. شوف هو يهضر مع الوالده ديالو اللي اتصل بينا دابا. صافي شويه ولي اتصل. انا نعقل النمره ديالك هنايا. انا ما نكذبش عليك انا نقطه الضعف ديالي هي الوالدين. قال لي الوالده قطعت عليا كتهضر معايا من الحج ما قدرش نكمل معاه. ها واش كا ولا ماكا؟ واش كا ولا ماكا؟ يلا شويه ولي اتصل. اوكي يلا مرحبا. يلا السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره لاباس؟ لاباس الحمد لله. تفضل تفضل. شكون معايا؟ معك اسماء من طنجه. اسماء من طنجة. مرحبا بك يا اسوم. شحال السن ديالك؟ عندي 20 عام. شنو الاسم ديالو وفين ساكن؟ سميتو ايوب. زيد ساكن في قصبة تادلة. قصبة تادلة. شحال يكون السن ديال ايوب؟ ديك 35 بحال هكاك. 35 مخطوبين باقيين الحب الويفي شنو؟ كيوعدني بالزواج وداكشي. ما خاطبك ما والو. ولكن موعدك بالزواج. شحال شحال دامت العلاقه ديالكم؟ دابا تقريبا شي 3 شهور ولا اكثر. 3 شهور. كتلاقاو في هاد العلاقه كتلاقى؟ لا لا
لا ما كنتلاقاش. ما كتلاقاوش. عطينا النمره ديالها. واه النمره ديالو يا ربي، استغفر الله العظيم. زيد زيد زيد. يلا شوفوا السي ايوب واش غيتزوج باسماء ولا تدبر على راسها. الو السلام عليكم سي ايوب. وعليكم السلام. كيف الحال خويا، لاباس عليك؟ الحمد لله والله. عواش مبروكة ورمضان كريم، الصحة والسلامة. شكون معايا؟ الله يكبر بك. سي ايوب من قصبة تادلة، راك معنا على المباشر سي ايوب، مرحبا بك معنا. الله يكبر بك. سي ايوب معك سعيد من بلاطو الخاتم بين يديك، مرحبا بك معنا السي ايوب، راك معنا على المباشر. عزيز عليك شي مفاجآت ايوب؟ ما عرفتش شكون معايا بعدا. ما عرفتش. قلت لك معك سعيد من برنامج بلاطو الخاتم بين يديك، والبرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول السي ايوب، برنامج المفاجآت الليلية. معنا شخص المفاجأة اللي راه حاضر معنا في البلاطو ديالنا هو اللي عطانا الرقم ديالك باش نتصلوا بك ويفاجئك على المباشرة السي ايوب. واجد؟ أه. مرحبا. استاذ قرب حدانا. الصوت ديال ايوب هذا كضحك. مرحبا. قول لي سي ايوب. الحمد لله. شكون عزيز عليك شي مفاجآت ولا والو؟ المفاجآت الجميلة. حنا زعما سي ايوب متصلين بيك في نصايص الليل باش نفيقوا ايوب من النعاس ونعطيوه المفاجآت قبيحة. البرنامج حنا على السوشيال ميديا، على انستغرام، يوتيوب، فيسبوك، تيك توك. فين كاين نتوما؟ شنو ندير؟ نعم؟ كاين الجمعة حنا في طنجة. زيان خويا. مرحبا سي ايوب. قولي سي ايوب، قبل ما ندوز لك الشخص اللي راه حاضر معنا في البلاطو، شكون جا في بالك او شكون توقعتيه يكون سي ايوب باش ندوزو لك؟ يلاه. لا ما قلتيش لي يعني هذا الشخص هذا اللي معيط عليا. انا معيط عليا علاش تواصل معاكم نتوما؟ الشخص على ما حكينا عزيز عليك، بيناتكم واحد علاقة وناويين تزوجوا، هادشي اللي قلنا سي ايوب. علاقتكم ماشي عادية على ما حكى لنا، علاقة حب ديال بصح. الله يخليكم لبعضياتكم سي ايوب. امين اخويا. يلا تفضل. يلا تفضل سي ايوب. شكون وفي نظرك شكون اللي غادي يتصل بك وغادي يفاجئك هكا، الا شخص كتكون كتعني له من هذا الجانب هذا؟ واش غادي يتصل بك شي واحد زعما هكا من الطرف؟ ما كنضرش خويا. شوف انا ما والله ما عارف شكون هاد الانسان هذيك. يا الله انسانه، حنا قربناك منا بزاف عزيزه عليك، وعلاقتكم ماشي قليل على ما قالت لنا، ما دوزتوش قليل. الله يخليكم بعضياتكم سي ايوب. فين هي؟ شنو المدينه؟ نعم فين كاينه هي؟ واذا قلنا لك شنو المدينه عطيني حرقنا المفاجاه، وهي مفاجاه مكبره بيك ومستعده تقول لك امام الملأ وامام المباشر كنبغيك ايوب. شوف اخويا بكل قضيه. مرحبا. انا اخويا الله الا لقيتيني دابا فهمتي ما تكبش عليك. انا اولا ما ماني ما عرفتش كيفاش غنقول لك. ما عرفتش انا شنو وقعت في حياتي دابا اللي سميتو زعما فهمتي. ما عندكش شي علاقه زعما؟ عندي صداقات وصافي، ما عنديش شي علاقه زعما. ماشي اما علاقه حب هكا ولا نوايا الزواج ما كاينش. قول لي باش نعرف شكون. قول لي. لا شنو بغيتي نقول لك باش نقول لك؟ ما فهمتش انا يا بالضبط. شكون هاد الانسان اللي متصله بيا؟ وانا انا قلت لك انسانه على ما حكات لنا بيناتكم علاقه حب السي ايوب، كتواصلوا مع بعضياتكم هادشي اللي قالت لنا، ربما فايتكم تلاقيتوا وناويين تزوجوا ان شاء الله. قالت لنا ان شاء الله ناويين تزوجوا، هادشي اللي قالت لنا، وناويين تجمعوا. والله يخليكم لبعضياتكم، هادشي ما غادي نزيدوكم حنا. اوكي هي راها حاضره معنا في البرنامج، ربما شافت البرنامج ديالنا وعجبها، قالت علاش انا ما نحضرش البرنامج ونعبر على هذا الانسان هذا الحب ديالي ليه بهالطريقه هذه. وداك الشيء اللي كان صافي اخويا. قول لي شكون هي الانسان هذا؟ قبل ما هي هو قانون البرنامج هو هذا، عيق قبل ما ندوزوها لك، شكون جا في بالك تكون؟ شكون توقعت؟ مازال في بالي حتى شي واحد اخي فهمتي. يعني نعتبروا ايوب ما عنده حتى شي علاقه. انا حاليا في
البلاصه اللي انا ساكن فيها ما عندي فيها حتى شي علاقه. حنا ما كنهضروش على البلاصه اللي ساكن فيها، كنقولوا شكون اللي ساكن قلب ايوب. شكون اللي شنو؟ شكون اللي ساكن قلب ايوب؟ والله ما عرفت اخويا. ايوا، من انسان يقول لك انا ما عارفش قلبي شكون ساكن فيه؟ اذا ما عندك حتى شي وحده. عندي حتى شي وحده اخويا في قلبي. صافي، من حقك اخويا، من حقك، بقى معنا، قرب حدانا استاذ، ربما راكي غلطه في النمره. بقى معنا سي ايوب، قرب حدانا استاذ، قرب حدانا استاذ. اختي ها اسماء، اش بالك؟ ايوا هو السيد كيقول لك ما عنده حتى شي وحده، وانت كتقول لي مور العيد ماجي. يلا ها هو، واحد جوج ثلاثة، دافعوا على الحب ديالكم ودافعوا على الكرامة ديالكم. ها وحدك، تفضل يا أستاذ تفضل. للأسف قطعت علينا سي أيوب. نعم أخويا. كانت معنا أسماء من طنجة، عرفتيها؟ معرفتش اخويا، هذه غلطة في النمرة. غلطة، ماشي غلطة في النمرة، أو ربما عطاتنا اسم مستعار، أوكي؟ هي من طنجة. قالت لنا من طنجة، ولكن بيني وبينك أعبرتي عليها، مي قلتي ما عندي حتى شي وحدة في حياتي، عبرتي عليها، لأن هي أصلاً ربما دارت لنا اسم مستعار وطلعت معنا باش تيستي سي أيوب. تحياتي لك أيوب. مرحبا بك، ودير سعيد خربوش ومرحبا بك معنا على الصفحات ديالنا، سعيد خربوش ما فيهاش لي سباس. مرحبا مرحبا سي ايوب، مرحبا. سلام اخويا، اعطيو العصير. صافي، انتي اصلا اختي مدرقه مدرقه راسك، كيفاش بغيتي بنادم انتي متصالحاش حتى مع ذاتك ومتصالحاش مع راسك؟ كيفاش بغيتي بنادم يبغيك؟ صالح مع ذاتك وتواجه مع راسك، وحنا كنسينوك المكالمه وانتي قاطعه علينا زعما. وزيتون زيدون على ما قلنا، انا ما كنعرف حتى شي وحده سميتها اسماء من طنجة، هذا دليل على انك انت زايده ناقصه. وإذا كنتي الا كانت هذه هي الشخصيه ديالك، عمرك ما عدي شي واحد في حياتك عارف شكون عارفه. حاول تواجه حياتك اختي، واجه حياتك وواجه الناس باش تعيش مزيانه. الو، السلام عليكم. وي اختي حسنه. وي خويا. يلا وقيله راه اتصل بينا، الا ما خفتش نكذب. انا ما عرفتش كان هذاك اللي يقول لك راه اتصلت بي وليدا. فوالا. عرفتك عرفتك، شكرا. مرحبا، اعطينا النمرة ديالو. 06 زيد 63 زيد 34. بقى معنا زيد زيد شحال؟ 93. صافي، راه هو اللي اتصل بينا. وي سي سعيد. وي خويا، اسمح لنا ما جاوبناش عليك، كان عندنا ضيف اخر. اوكي، مرحبا سي سعيد. دابا كنظن فهمتي الامور سي سعيد، ياك؟ مازال ما فهمتي سعيد. البرنامج ديالنا هو عباره على مفاجات، كنستضيفوا الناس معنا في البرنامج، وهما اللي كيزودونا بالرقم ديال الشخص اللي كيكون عزيز عليهم وكتجمعهم بهم شي علاقه، مثلا يا زوجه او زوج، يا خطيب يا خطيبه، يا شيء من هذا القبيل سي سعيد. ومعنا انسه اللي حاضره معنا في البلاطو، هي اللي عطاتنا الرقم ديالك باش نتصلوا بك ونفاجئوك على المباشر. داكشي اش قلنا لك، واش عزيز عليك شي مفاجات؟ واش عزيز عليا مفاجات؟ المفاجات راه ضروري منهم. قل لي سي سعيد، قبل ما ندوز لك الشخص اللي راه حاضر معنا في البرنامج وباغي يفاجئك بهذه الطريقه هذه، شكون توقعتي هذه الانسه اللي راه حاضره معنا؟ شويه حساسيه في الموضوع. حساسيه ما والو. لا لا حساسيه ما والو، عندك انسانه عزيزه عليك، ناويها للزواج، ناوي ان شاء الله معاها الحلال، علاش لا؟ راه هي اللي حاضره معانا السي سعيد في البلاطو. الله اكبر. اييه، والله انا تحضر معاك بلا ما تقول لي الطقاي. ايوا سي سعيد، هكا كيكونوا المفاجآت. وإلا مشات قالت لك وانا عنمشي وعندير كدا وباش نفاجئك،
تجي ما بقات شي مفاجأة، والمفاجأة شنو هي الحلاوة ديالها؟ هي ما تكونش في خبارك. يلا سي سعيد، شكون توقعتي شخص المفاجأة؟ دابا ما يمكنش لي نقول الاسم، انا ما بغيتش نقول السمية. علاش؟ ما بغيت، غنقول لك الحرف الاول وصافي. واخا عطينا الحرف الاول نشوفو. الاش. لا عطينا بالعربية. الحاء. هو راه هي هذيك، مالك مخلوع. سي سعيد. نعم الزين. وراه هي هذيك، مالك مخلوع. شو سميتها؟ لا انا قلت لك الحرف الاول. يلا فين ساكنة؟ واخا فين ساكنة؟ جارتي. ها؟ جارتي. يلا بقى معانا نشوف واش هي ولا ماشي هي، اوكي؟ حسناء. كيضحك هذا، شوف حسناء تينا مأكدة مأكدة السيد مزعوط فيك. عارفة. شوف عندي لولو واحد كاميرا كاشي، فهمتيني ولا؟ فعلا تركة، اوكي؟ اوكي. دابا راك انتي انا جيت نخطبك من داركم، اوكي؟ انا رانا في داركم جيت نخطبك، وانا زعما رانا هو الخطيب غنهضر معاه بواحد شويه ديال القصوحيه، وانتي غتقول له اه داك الشيء اللي كاين، اوكي؟ ولكن اسمح لي دابا حنا غنمثلو، وايلي عارف عارف. اوكي غنحاولو نمثلو عليه شويه ونطيحو في الشبكه. اوكي قبل ما هذا قولي شنو السميه ديال باباك؟ باباك انتي. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. بقى لك ماماك؟ عارف حنا بغينا نطيحو في هذا الفخ هذا، عارف انت غنعصبو غنعصبو على السيد، بغينا نطل نيرفيو حنايا. اوكي شنو سميت خالتي شنو سميتها؟ صافي بقى معانا. يلا صافي واجد انتي. يا رب ما تضحك ما والو صاحبي. الو سي سعيد. نعم خويا اسمح لنا الا تعطلنا عليك شويه. سي سعيد. نعم خويا. راه من الاخر ما كاين لا برنامج ولا هم يحزنون. اوكي مرحبا. واكيك سي سعيد، داك السيده فوتها عليك صافي. مرحبا. انا كنقول لك السيده فوتها عليك، المهم راه انا مشيت لدارهم وداك الشيء، وراه حكات لي اللي كاين، وقلت لها ماشي مشكل، عطيني السيد عطيني النمره ديالو انا اللي غادي نهضر معاه. اوكي سي سعيد، رحنا هضرنا مع خالتي طامو وداك الشيء. نعم لا والله خويا مهبيل مهول اللي كنهضر معاك بصح. ولن تفارقنا الا الموت. ايوا داك الساعات غنشوفو شكون اللي غنفرقنا، واش الموت واش انت ولا انا. المهم خويا عا باش تكون عارف هاد القضية، هي راني معاهم في الدار، هي باش تهضر معاك. اوكي مرحبا. هيا تهضر معاك وداك الساعات قول لي الموت ما الموت. حبيبي اجي هضر معاه. انا رداد يا ولد، هذه ما قدرتش تصبر خوتي، هذه ما قدرتش تصبر، هذه مره هذه ما بغاتش حتى كاميرا كاشي ما قدرتش عليها دير هذو هذه. لا حول ولا قوه الا بالله. سي سعيد. نعم الله يخليكم بعضياتكم يا حبيبي. امين. ولكن المشكل راه هي اللي تقول بها. واي دابا راه بغي شوف احنا حكينا لا شنو كاين، قلنا لا قولوا له شنو كاين. السيده ما قدرتش تصبر كاع. هادي عاد دابز نتايا معاها، وعاد صبر سيمانه، وعاد تغضب ربع ايام وشهر. كيضحك سعيد.
اشو انا اللي بقيت خالتي طامو دابا، انا كان سي السيده متفقه معايا وانا اللي وليت خالتي طامو دابا. انا كان سي السيده توقف معايا نقفض الرجوله ونشدو فيك ساعه. والو السيده، الو سعيد، ويلي ويلي مع من انا. والو والو، شوف انا اصلا قلت لك، قلت لك الحرف الحاء. لا حول ولا قوه. يلا يلا، اول حاجه لما قلت لك حوريه ما قلت لك حياه. حسنا حسنا. يلا شي كلمة، شي كلمة لسعيد. ولكن ما عرفتي هادشي كامل، خلينا نشدو فيها صاحبي، علاش دايرين هاد القلق؟ لا واي، خلينا نشدو فيه بعدا، انت عارفة متأكدة من هادشي، خلينا نشدو فيه. لا حول ولا قوة الا بالله، البركة في راسك انت من دابا. الله يهنيك، تحياتي لك اختي حسناء، تحياتي لك سي سعيد، مرحبا بك معنا حبيبي، وسمحنا الى فيقناك من النعاس، وسلم لي على الوالده. مبلغ او قل لها الدعاء معنا بزاف ان شاء الله. شكون نقول لها؟ اقول لها سعيد خربوش، دير سعيد خربوش، ومرحبا بك معنا جميع المنصات. مرحبا سي سعيد خربوش، انا نقول للوالده ان شاء الله. الله يعطيك الخير الله. يا الله، عتكون اجمل حاجه سي سعيد، وصيفط لي في هذا الواتساب هذا. اوكي يا الله، الله يكبر بك سعيد، شكرا يا حبيبي، تحياتي لك حبيبي، يا سلام. امين اخويا، امين. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. بخير، لاباس عليك؟ لاباس اخويا، الله يسهل عليك، صافا عليك بخير الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل، شكون معايا؟ معك محمد اخويا من مدينه وزان. محمد من وزان، تحياتي لك محمد، شحال السي ديالك؟ السنة ديالي 25 سنة خويا سعيد. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ خويا بغيت ندير تيست الخطيب سيان، خطوبة رسمية، فهمت؟ خطوبة رسمية، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ سميتها كوثر، مدينة طنجة. طنجة، شحال يكون السن ديال كوثر؟ زايدة في 2003، كيكون في عمرها ديك 19 عام. إذن 20 سنة تقريبا، أوكي. مخطوبين خطوبة رسمية. خطوبة رسمية خويا. وشنو عندك شي شكوك من جهتها سي محمد؟ والله ما سمعتش مزيان. واش عندك شي شكوك؟ لا، واخا تيع فيها بغيت نزيد نتاكد، شفت البرنامج ديالك. مرحبا بك، مرحبا بك محمد. كتكون في وزان بالضبط؟ انا وزان، وخدم في مدينه العيون. الله يسخر لك يا حبيبي، الله يسخر لك. الله يسهل عليك. مرحبا، واخا عطينا الرقم ديالها. زيرو قي. شحال هاد باش تخطبتو؟ هكا شحال؟ شي عام، المدة انا وياه دابا شي 4 سنين هكذا. ايوا راه 4 سنين ومخطوبين عام، راه كدا كاين شي واحد من غير محمد دابا راه. وين نتأكد اخويا، الله يسلمك. وين هادي الروينة، الروينة في كوزينة. اختي كوثر، السلام عليكم، عواشر مبروكة. الو، الله يا كوثر، راه كوثر، راه محمد ما تخلعش. لا هذه مخطوبة ديال بصح، هذه هذه مخطوبة ديال بصح. الله يحفظك اخويا سعيد. والو هادي ما تجاوبش، شنو الموصية عندك هادي؟ تحياتي لك محمد. اخويا تحياتي لك اخويا. الاخر اتصل، اخر اتصل.
انت زامتها اخويا، زامتها. تحية لك يا حبيبي. سلام سلام. الخوت اللي باقي ما تابونا على الانستغرام سعيد خربوش 11، مرحبا بكم كاملين. اللي باقي ما تابونا على قناتكم يوتيوب يدير سعيد خربوش، سعيد خربوش على قناتكم يوتيوب. كنحط لكم بزاف ديال العيبيتيكات تما، حاولوا تستافدوا من اخطاء الناس واخطاء الاخرين. كذلك اي شيء في العشيه لقيتوها في الصفحه ديالكم هنايا ديروا لها جيم كومونتير فضلا وليس امرا، وبارطاجوها مع احبابكم وصحابكم يستافدوا من اخطاء الناس واخطاء الاخرين. اروع تحيه لكم كاملين وعشكم بروكه. السلام عليكم الفيسبوكيين، السلام عليكم الناس ديال اليوتيوب، سلام.